بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن إشارات إلى زمن البرق، في قوله عليه الصلاة والسلام عن زمن البرق في طرفة عين، إشارات إلى الزمن التي تتم فيه ضربة البرق وهو يساوي الزمن اللازم لطرفة العين، ويقدر بعشرات الملي ثانية، وهذا تشبيه دقيق جدا من الناحية العلمية. والملي الثانية هو 1000 جزء من الثانية، والله أعلم.